سوق التمور في عتيقة ما شاء الله، هذا عجوة المدينة ما شاء الله تبارك الله، طيبة ما شاء الله الله يطرح البركة. شيء خيالي ما شاء الله، هذا حمالي ما شاء الله، هذا الحراج التمر في عتيقة ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله الحمد لله، هذه روثانة المدينة. هذه روثانة ما شاء الله، هذا حمالي نعم، برد برد يعطيك العافية. هذا سوق عتيقة حراج التمور، بعد صلاة الفجر يبدأ الحراج كل يوم، الله يطرح البركة فيهم يرزق كل مسلم، الله يوفقهم يرزقهم، الحمد لله مدينة الرياض ما شاء الله تبارك الله.